وزير الإسكان يعلن بدء سحب كراسات الشروط وسداد مقدمات حجز وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ثلاثة. وجه الرئيس السيسي باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية، وذلك لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير التعليم. كما وجه الرئيس السيسي في ذات السياق بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين. ووجه الرئيس السيسي أيضا بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية مع القيام بانتقاء 1000 معلم ومعلمة من المميزين. كما وجه الرئيس السيسي بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة على مقر مركزي واحد والتوسع في إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين في المحافظات. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألمنيوم في مصر. ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الألمنيوم، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية. كما وجه الرئيس السيسي استمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر للألمنيوم، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة. استقبل وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أمس مارك بارياتي سفير فرنسا لدى مصر والوفد المرافق له لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية بين الدولتين. وحرص الوزير على استعراض استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وحرصها الدائم على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، فضلا عن اتباع أحدث البروتوكولات العلاجية لرفع وتحسين الصحة العامة للمواطنين. صرح وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بأنه بدأ أمس إتاحة سحب الكراسات وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية لوحدات منخفض ومتوسط الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ثلاثة بمكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، موضحا أن سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات مستمر حتى السبت القادم لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 22 من أكتوبر القادم لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.